بتعلم ديني والأحباب
لكن نحن كلنا بدنا نعتبر حالنا لإله مثل أخوه ومحل أبوه ومحل أمه. إذا بتريدوا أنا ما طلبت من حدا بعمري إنه يرقص، بس هلا حأطلب منكم إكراما لله وللعريس وكل شي بيحب بيت علم الدين وبيحب بيت عيد بيشاركنا لو إنه برقصة وحدة بس سهرة. لا تزعلوا مني، أنا مثل أخوكم وبالأملية وبالموني. بليز خلينا نشارك العريس كلنا برقصة لحتى يحس إنه عنده أهله. شكرا لكم. لك شيء تصرف الوراية سمرة وانا الحاسودة غني يا ابن اسماعيل واعزف له يا حسونة سمرة وانا الحاسودة يلا كلنا سوا.